السلام عليكم البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ معكم فيديو جديد، نقول لها معكم فيديو جديد. المهم مع فيديو جديد ان شاء الله. المهم ديال الماسك، كاع البنات طلبوا لي شي بنات دخلوا عندي، قالك ما كناش زعما ما كناش معاك ملي درتي هذاك الماسك. قلت لهم رجعوا الفيديوهات الاخرين، قالك ما لقينا، عارف ما عرفناش فين. غنعاود نشارك معكم هذا المشهد. الماسك هو كيجي زوين بزاف والله العظيم، فيه القهوة وفيه الطين وفيه ما ورد. ممكن ندير عشقة كبيرة، أنا عندي عشقة صغيرة، غادي ندير جوج عواشق من هذا. حاولوا دايما باش ما تكتروش الطين، ديروا على عشق بحال هكا. ديروا نتوما دابا عشق ديال الطين وديروا جوج عواشق ديال القهوة. المهم أنا كان درت جوج عواشق ديال القهوة، غنديرهم دابا معاكم إن شاء الله. غندير معاكم إن شاء الله جوج عواشق ديال القهوة. قبلوا عليا لأن إيد وحدة. بغيت إن شاء الله ندير معاكم سميتو. بلاتي نشوف. المهم البنات هانتوما، اول حاجه غادي نحتاجو جوج عواشق ديال القهوه، نحتاجو جوج عواشق. المهم عاشق واحد، لأنه قلت لكم جوج عواشق ديال القهوة يعني عاشقة كبيرة. عاشقة صغيرة ديال الطين، لأن ماشي من الدار أنك ديري عاشقة كبيرة ديال القهوة، عاشقة كبيرة ديال القهوة، ولا عاشقة كبيرة ديال الطين. لا كنتي باغا ديري مثلا شي بلايص كتار، أما كنتي باغا ديري غير لوجهك صافي وعنقك، راه صافي هادشي كافي البنات. مشريوش شي حاجة شي كمية اللي هي كثيرة. المهم البنات عندكم ما زهمش، تشريتو هذا ب 4 دراهم، انا ممكن كيسحبني 5 دراهم، ولكن هو ب 4 دراهم. والله يا البنات انا الصراحه حيت انا اصلي من قلعه مكونه، وكنقول شوف انا بنت مو كنشري الماورد، خاصني كاع ما نشري ما زهر، انا كاع نكون كنجيب، ولا عيني ما عندنا ما ندير هذه الحياه. لان ملي كتكوني شي بنت شي منطقه وكتشوفي بانك تاكل مواد كتشريهم بلاص ما انك تجيبيهم من عندهم ولا شي حاجه، وتمشي المهم تكون عندك شي زعما تكون عندك حتى داركم تما شحال من حاجه، راه كتالمي شويه يعني ماشي مشكل. ومن دابا غندير جوج عواشق ديال الماء الزهر. هو ما زهر ما ورد، انا كنعيط ليه الورد، انا كنبقى نعيط ليه اللي عندي عارف سانتو بلاتي غنخلط. راه عاد شويه صافي. دابا دابا البنت راه غيدي ليا واحد المده، هاد الماء ورد هذا غيدي ليا مده. كاع اللي بغى يعرف دنيا منين يقرا غير ما ورد، تشري ما ورد ب4 دراهم وقراوني انا منين، راه هادي هي بلادي قلعة مكونة. بعدا راه عندي شي حاجة تلقى فيها سميت بلادي. غنزيد مزال البنات واحد شوية لأنه باقي داير. خصو يبيه، خصو يشد فراسو مزيان. مكترتش بزاف المواد، دابا أنا كنخاف غير يجيني جاري، هذا اللي كنخاف منه. البنات غادي نديرو حيت غادي نمشي للحمام، نديرو دابا شوية ونمشي للحمام باش نقي ليا وجهي. راكم عارفين أنا كنبغي ندير الماسك أنا قبل نمشي للحمام، كاين اللي كديرو حتى كتجي من الحمام، أنا كنديرو عاد باش كنمشي للحمام. أنا بغيت دابا إن شاء الله غادي ندير الماسك ونرجع معاكم، وغنوريكم كيفاش غادي ندير ليه في وجهي. وملي غادي نغسل وجهي إن شاء الله غنوريكم كيفاش غادي زعما كيفاش كينقي الوجه الصراحة. المهم البنات غادي ندير حداكم الماس قدامكم، غادي نديرو بهاد الشيت هادي، ما كندير بها حتى شي حاجه. ومن بعد عداش انا كنديرو ماسك، كاين كديرو مقشر، وانا كنبغي نديرو ماسك صافي، ما كنبغيش نبقى نحك في وجهي انا وجهي حساس يبقى يتجرح ليا. ما درتش الشفايه الاساسيه، ما تديوش عليا راي كتقاد. Thank you.
غير شي حاجه يعني ماشي مشكل، غدا الحمام ماشي مشكل ولو انا توسخ. انا مبقيتش البنت درت معاكم من ديك المره. انتم بقى معايا في الفيديو وهانتوما البنات. هنا راني جمعت الحوايج ديالي وديال اسراء، هادو ديالي وهادو ديال اسراء. الحاجه الوحيده اللي كان كنوحل فيها انا هي الصاك، ما عنديش، غادي نديرهم شي كفو ولا شي حاجه. راه دائما انا في اخر لحظه علاش كنجمع حوايجي، كنت واحد اليومات كنجمع حوايجي بيومين قبل، والله الا كنت كنجمعهم بيومين قبل. دابا ان شاء الله غنوض نقلب ليا لي السويك فين نديرهم، ولا شي خنيشه، ولا المهم شي كفيفه. المهم انا ما كيهمنيش، والله عاد كنمشي بقفه. كاين واحد صاحبتي ما كترضاش تمشي هكا بقفه تهز فيها الحوايج، انا بالعكس حيت الحمام اي حاجه ديتها ماشي مشكل. كاين اللي كتخصها تمشي بالحمام شريه بصاك زوين ومقاد. ايوا المهم البنات انا غنقلب ان شاء الله على شي ساك ندي فيه الحمام، ندي فيه زعما حوايج الحمام انا واسراء بحال هكا. المهم غنمشيو نغسل اسراء حالتها الحمام. البنات واحد المعلومه، واحد البنات قالوا واش كتمشي للحمام دوني فهاد كورونا؟ البنات راه الحمام خاوي، ما كيجي لي حتى شي واحد. وملي كنمشي كندي معايا جافيل وتيت فواحد القريعه كنغسل بهم مزيان ديك البلاصه فين غادي نعوم انا واسراء، كنحكها مزيان بالشتا صافي. وكنبركو عادي، كندي معايا واحد الشويته صغيره كنحك بها ديك البلاصه. واحسن حاجه لمس هي الحمام، ولو انك كتعومي في الدار كتحسي بواحد. المهم ما كيعجبكش الحال الحمام انا فين كنرتاح فين نعوم. والبنات هنا نتوما كما كتشوفوا هنا ضروري كندير هاد الشيته معايا كنديها الحمام، ما تديوش عليا نديرها بحال هكا لانني كنديها كنفرك بها مزيان ديك البلاصه ديال الحمام صافي. هنا كاينه الشيته ديال السنان، كاين كيس، كاين هذاك باندوش اللي كانت جابت لي ديك المراه. المهم هنايا مشطه، مشطه الصابونيه ديالي، المشطه ديالتي انا واسراء. الله شي حاجه نسيتها، شي حاجه باقي خاصني غير الشامبو غنشري ان شاء الله ما عنديش. هذا غداك باندوش الصراحه ريحته زوينه وغزاله والله العظيم الا عندها الذوق الصراحه. صافي كندي هذه الطويسه هذه كندير فيها الحويجه ديال الحمام، وكندي واحد الصطيل هو اللي كندي. دابا البنات ان شاء الله غادي نتغداو وغنمشي للحمام. حنا باقي اللحم ديال العيد كناكلو فيه لان ما قدرناش مع راكم عارفين. المهم مزيج بزاف ومشحم والله الا باقي. دابا مره كنديرو مره لا. دابا المهم غنتغدى ان شاء الله وغادي نمشي مع الحمام ان شاء الله. الا لقيت كيفاش نصور لكم ملي نكون باغا نمشي، ما لقيتش راه ما شفتوني ما شفتكم. الا صورت شي حاجه غنوريكم، ما صورتش الله يعاونكم. وهنا البنات صافي راني تغديت دابا. المهم هنا راني المهم هنا جمعت لابسه حوايجي لابسه كلشي غنمشي.
المهم البنات هنا راني كنطيب شويه ديال هنا، راني رجعت من الحمام قلت نوض ندير شويه ديال الرز، ما كاين ما يدار. والبنات انا ضروري كندير شويه ديال الزيت، يقولوا علاش؟ لان المهم كتلصق ليا داك الرز، كيلصق كندير الزيت باش ما يلصقش. قلت لكم البنات باش ما يلصقش ليا الرز كندير شويه ديال الزيت، صافي راكم عارفين شويه الملحه صافي، وكتخلطي وكديري الرز. هنا البنات راه طاب ليا الرز وبغات اسراء غتنعس. اسراء المهم انا كليت قبل اسراء، يلا بغات حيت بنحت انا حنا الطبسين ما بغاتش هي، قالت دابا حط ليا وسمحوا لي راه كنحط غير بايد وحده وكنصور، لانني ما بغيتش نبقى نجبد السيبور على انني باغا نحط، حيت باغا نصور هاد اللقطه صافي داكشي علاش. المهم البنات الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ليا لي لايك والله لي كومونتير باش بارطاجيو الفيديو، وشكرا لكم بزاف البنات على لي كومونتير ديال اخر فيديو، الصراحه كتشجعوني، الله يجازيكم بخير. وكاع البنات اللي كيتواصلوا معايا شكرا لكم بزاف بزاف، والبنات اللي بغاو الانستغرام ديالي راه كاين في هذا الفيديو، غنحط لكم ان شاء الله صندوق الوصف، وغنثبتوا لكم في التعليق ان شاء الله في اول تعليق ليا في الفيديو.